استخدمتها ولا شيء. كم ما استخدمتها؟ التصويت حق الجمهور وشو؟ ما استخدمت حق تويتر. ما استخدمت شيء؟ والله ولا شيء. أعطيك اللستة؟ وشو؟ خلاص بعد المسابقة. ما استخدمت. طيب خلاص شو أعطيه. طيب يلا ها. أول واحد عبد الرحمن. عبد العزيز. مشكلة كلهم صورتهم واحدة هنا. عبد العزيز أوكي تعال. استوب. محمد عثمان. اللي بعده. استوب. عبد الرحمن صح؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن تعال. أوه مولانا مولانا. اللي بعده. استوب كذلك. فارس القحطاني. فارس القحطاني فارس البشيري. فارس يلا شباب نوحد الصوت بعد اذنكم. عبد الرحمن ال زايد محمد عثمان عبد العزيز ال زايد محمد عثمان عبد الرحمن ال زايد وكذلك فارس البشيري. يلا شباب مستعدين؟ اي بلوك تختارون؟ ستة متأكد؟ لا محمد ستة. ستة ولا محمد اختار اللي تريدون بس ترى الاسئله مغامره. انا ستة اشوف واحد اشوف واحد ستة اشوف واحد ستة يعني بيطلق في سبع الهوامي. ايه اسمع 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 نلعب مقص حجر. اجت ستة ولا خمسة بسرعة. انا يلا يلا حجر مقص عادي قصة والله. لا وين لا لا الاجواء حلوة اليوم. حجر رديت اكثر من قصة. لعبت انا اخوك خلاص ستة ستة لعبت انا اخوك حجر رقم ستة شباب كنت انا مخيف ستة ستة بلوك رقم ستة. السؤال الاول يا عبد العزيز ال زايد. عبد العزيز ركز ركز على الشاشة. يلا ابشر طال عمرك. اربع خيارات وكذلك 45 ثانية ونشوف بعد المغامرة ولا المشاركة أو المناصفة. ما هما الأصمعان؟ القلب واللسان؟ العقل واللسان؟ العقل والقلب؟ العقل والقلب. لا أصبر مغامرة دي ولا شو؟ لا لا أنا ما كملت أنت الأخير كملت أنا. طيب أنت وش تقول؟ أصبر اختيارك. حد يعرف يا عيال؟ شوف لا أنا والله ما أعرف. أنا والله ما أعرفها والله. تعرف يا عبد الرحمن؟ ها الأصمعان. ما هما الأصمعان؟ كلمة أصمع. هلا على ابن الشاي 20 ثانية. القلب واللسان. الشباب بس اللي في مدرج نوحد الصوت بعد اذنكم. عبد المجيد بريك مصور. لا ما طيب يا ابو يارا انا اقول بسم الله توكلت على الكواليس تصوير عبد المجيد بريك يعطيه القلب واللسان. القلب واللسان. قال قبل ما ينتهي الوقت ولا متى بالضبط؟ خلاص صح. القلب واللسان يعرف الاصغران. العقل واللسان. هو يقول القلب واللسان. نتاكد من الاجابه. انما المرء باصغري. قلت لك تشارك تقول شارك اخوي. لايت سيستم. قلت لك تشارك تقول لا شارك اخوي. طيب. لا لا انا ما حسبت العقل والقلب شاب. وش الاجابه الصحيحه؟ العقل واللسان هي الاجابه الصحيحه. انا ما حسبت تدري ما قلت ما ابغى اخسر. طبعا اخذ مغامره خصم عليه 60 ريال. الحمد لله. من رصيده ننتقل محمد عثمان. كيفك؟ الحمد لله مبارك تمام يا رب لك. تبغى تقول ابي مغامره اللي بنشوف المغامره الحين على حقيقتها. ما الطائر الذي تطحن معدته الحجاره؟ النسر الصقر النعامه. اشارك فارس يقول ابي اشارك وبرضه عبد الرحمن يقول بشارك. اشارك حطها مشاوره حطها مشاوره. انا عارف لا لو الاختيار له خلاص كيف خلاص يعرفون حطها قال لنا في البدايه مغامره. انا ما ابغى اشارك. ليش؟ لا لا محمد شاركني شاركني. اذا تبغى انا عارف الاجابه يا محمد. كله الصقر. الإجابة نعامة. يا محمد شاركنا. محمد ايش فيك؟ شاركنا نعامة. انت عنيد والله انك عنيد. شاركنا والله العظيم انك حرام عليك. عارف الإجابة عارف الإجابة عارف الإجابة. إذا أنت متى متأكد؟ عبد الرحمن تاخذ مناصفة؟ إي عادي بالنصف والله عادي ايش فيها؟ اتس اوكي اتس اوكي. لي حكمة في ذلك. محمد عثمان خصم 60 ريال من رصيدك. لي حكمة في ذلك. ليه؟ بعدين يبغى يأصل مبدأ. هم قد أصلوا قبل. طيب عادي نصفوا العيال. عبد الرحمن السؤال لك برضه. خلال 45 ثانية ولست أرى السعادة في جمع مال ولكن التقي هو السعيد البحتري الحطيئة الفرزدق. حد يعرف يا عيال؟ ها شباب شوف ولست أرى السعادة في جمع مال ولكن التقي هو السعيد. التقي هو السعيد ما حطيئة. حد يبغى يشارك؟ انت تبغى تشاركني؟ شباب راح يجاوب بس ولا انت اخوك تخاف؟ لا 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 انا ما بشارك. شاركني الحطيئة. الحطيئة؟ حتى والله نفسي فيه ذا الحطيئة. خلاص خسران خسران. انت اخذت مناصفة صح؟ اي حطيئة. بينك وبين فارس؟ انا وفارس. يا رب حطيئة؟ يا رب. الاجابة صحيحة برافو. حلو. طيب عندك من واحد إلى أربعة. اختار. عندك الاختيار هذه المرة. والله. روح. يلا محمد اختار ولا والله ما زانت معك أنت ما عليك. ها؟ رقم أربعة. رقم أربعة. 600. يا رب. أعلم وش اللي فيها. يا رب. يا رب. الصندوق رقم أربعة نشوف اللي عبد الرحمن الزايد مناصفة مع فارس
البشيري. ها شباب بشرونا وطمنونا. اوه اوه يا والديك يا ابويا. لا اوه هذه والله اني انجمل الاوه. هذه اوه خصم لكن واو هذه جمل. سالف 300 جنيه. القيمة المالية فيها يا عبد الرحمن صاحب السؤال وكذلك فارس البشيري اللي نصفت عبد الرحمن. تكفى. سالم 120 ريال يعني كل شخص 60 ريال خصم. الحمد لله لك. كيف اختار السؤال؟ الجميع الحين متساوي من خلال الأسئلة. فارس ممكن تعوض درجات أو الريالات من خلال السؤال القادم. ركز بالسؤال بس. باقي سؤال فارس. من الصحابي الجليل الذي شهق ومات عندما قرأ فإذا نقر في الناقور؟ عثمان بن مضعون، صفوان بن معطل، زرارة بن أبي أوفى. من الصحابي الجليل الذي شهق ومات عندما قرأ هذه الآية فإذا نقر في الناقور. تبغى نتشارك؟ تعرف؟ عندي توقع. تعرف؟ مو عندك توقع تعرف؟ لا أنا أتوقع بعد. طيب وأنت؟ توقع؟ دامك شاركتني أنا بشارك. شاركني. من الصحابي الجليل الذي شهق ومات؟ ولا أقول لك تبونه جماعي؟ بسرعة خلاص جماعي ها بسرعة. أنا مع زرارة بن أنا صفوان. أنا أشوف أن عثمان. لا ما عاد في مشاركة خلاص ما عاد في مشاركة والله لاغي المشاركة صفوان بن العطل والله ما في مشاركة. أي أنا علمتك بن معطل. بن معطل خلاص خربانة خلاص أنا جابها بالله دقيقة بالله دقيقة دقيقة اللي جابه زرارة طبعاً. زرارة من أبي أوفى. أنا مدخل مشاركة واحد يقول إجابة والثاني يقول إجابة والثالث يقول إجابة. طيب اسمع وجاوبت غلط. أنا جاوبت غلط خلاص. طيب يا جاوبت غلط تعال بيك. اللي جاب زرارة طبعاً شباب رقم واحد وش فيها؟ اسمع شباب نسمع عثمان رقم واحد فيها 200 ريال رقم اثنين 160 120 ريال سالم 120 ريال ما طحتوا له بالسالب عموما ربي يوفقكم كلكم سالب بس ما عدا فارس سالم 120 استنى الفقره هذه عشان اخذ رصيد واني كل يوم ظهور اذاكر حظك هذا مو بكير يا فارس نوحد الصوت يلا الفريق اللي بعده شباب الفريق اللي بعده ستوب